الولاء الوظيفي. يا ترى الولاء الوظيفي لمين؟ للمدير ولا للقانون؟ أنا برأيي للأسف اللي عم يصير إنه الولاء الوظيفي عم يكون للمدير، لأنه ببساطة إذا خالفت القانون مديرك بيحميك، بس إذا خالفت مديرك يا ترى القانون بيحميك؟ انا رح اوصل عند الحد الشيء بعدين بلحقكم. وصال. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. يلا يلا. اهلا وسهلا بالرفاق. تفضلوا. اهلا وسهلا. الاستاذ رؤوف ابنه للسيد ابو نوار سعادة الوزير حمدي. الاستاذ اكرم رئيس الحزب. السيد عاصم عضو قيادي. يا اهلا وسهلا، فرصة سعيدة كثير. أنا بصراحة كثير تشرفت بمعرفتكم، من زمان سعادة الوزير أنا حابب أتعرف عليك، ويا ريت هي الزيارة تكون فاتحة لزيارات متبادلة. إن شاء الله، لا تواخذونا نحن عنا اجتماع مغلق شوي، تفضل. أمل، في عنا اجتماع مهم مساوي لنا قهوة. تكرم عينك. تخيل ما بيحبوا يشربوا القهوة إلا من تحت إيديني. إيه الحق معهم طبعاً. طبعا علوش شبكي في شيء؟ لك شبكي عليها في شيء؟ ايوه شو عم تساوي هالولاد؟ لك مو صدفة؟ لك بس بقى مو قلت لك اذا بشوفك تكسر لراسك شو جابك لهون؟ لك بس بقى شو جابك لهون؟ شو عم تساوي هالولاد؟ شو عم تساوي هالولاد؟ شهرتك حديدة انت الثاني منين ساويته صهرة؟ لك سهروا اجباري عن الجميع؟ لا انا مو قلت لك اذا شو عم تكسر راسك شو جابك عند عمي؟ اسمعوا لا نبيل هذا ضيف ببيتي اي تصرف سوفاج بتصير برا فهمان ولا؟ ولك انا سوفاج انا مكيف ولك غسان هذا صار يضايق اختك بالجامعه صار يضايق عليها واطي لا لا يا عمي لا انا اسف كثير مدام يبدو اني سببت لك ازعاج يعني ناس هيك يا جنتل بكلاس لا واخذنا جيداء المكتوبه شفت لي سفردت الصباط زكاتها طلعت من الشباك يمكن لا عليك هلا بشك النسون ما تواخذنا ولا يهمك اهلا وسهلا يعني ناس اكابر مثل حضرتك معقول يصير هيك ببيتها كيف تسمحي لهي النماذج وهي النوعيات تدخل لعندك انا اسفه للوحشيه اللي تعرضت لها بس صدقني هي اول مره انا متفاجئه مثلي مثلك تفضل اشرب مي تفضل ارتاح تفضلي حضرتك ليدز فيرست تفضلي ثانك يو لك شوفي لشو هالعياط شوفي سعادة الوزير بيسرني وبيشرفني تقبل دعوة الوالد على الغداء انت وافراد العيلة المصونة بالزمان والمكان اللي بتحبوه وبتختاروه ان شاء الله يا ابني ان شاء الله بتعرف نحن لازم نكون اهل واصدقاء لانه طينتنا وحدة ما لك فشرت ولا انت وابوك مو طينة عمي لما كان عمي عم يناطش عم يدور على شغل ابوك كان بالع الدنيا ولما كان عمي عم يشتغل مثل العتال ليل نهار مشان يطعمي اولاده كان ابوك عم يطعمي كلبه اكل احسن من اكل عم ياكله عمي واولاده مزبوط هلا صاروا مستوى واحد وين كان ابوك لما كان عمي مثل الشحاد ما في بجيبه 10 ليرات وين كان ابوك لما كانت مرت عمي مثل النور تنط من قرنه لقرنه من بكره لبكره من باص لباص وين هلا صاروا مستوى واحد لمعلومك يا حبيبي عمي كان هو واولاده يناموا بلا عشاء بس بشرف لك يا على عيونك لك خروز خروزي على عيون الصراحة المشرشحة نلعب على برا ولا لحظة انت النسوان كله الحكي بعائلتنا ما تحكي حمدي شبك ساكت ما تحكي لحظة لحظة عن اذنكم معلش انا بكون تسمحوا لي مضطر استأذن يلا روحي سوري سيد رؤوف على اللي صار لا ولا يهمك ما في اي مشكلة بتصير بس معلش مدام اسمحي لي اقول لك شغلة يعني انت الارستقراط والاصول النبيلة عم تشع من عيونك هيك جذور حرام تتوسخ بهيك اشكال شكرا كثير لك على العموم خبر الست الوالده اني باقرب فرصه رح زورها هذا الخبر رح يسعد الوالده كثير انا ببقى بمرق لعندكم وباكد الموعد اذا ما عندك مانع طبعا اكيد ما عندي مانع زيارتكم شرف لي نايس تو ميت يو مدام مي تو ثانك يو باي 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 ها
هذا عمي زباله هو ابوه، ناقفه حتى الدين بدم زماني هو مشان عليا. كيف لو بدلك ان شاء الله؟ لك انت كيف تستقبلي واحد ببيتك تحرش ببنتك؟ اه كيف؟ يا الله بس اهدى حبيبي اهدى اهدى تقبرني عود تاكل؟ اي والله شاكل قال اي والله والله ما ببدلك برجال الدنيا كلها، اي ضفرك عندي بيسوى الكون كله. الله يخليك يا دقيقة شوي يا جماعة خلص دقيقة شوي يا جماعة بس تفوت على الغرفة شوي متضايق خلص خال أنا بعالج الموضوع خلص اترك لي هاي القصة نحن لازم نفوت لجوا تركين رفيق أكرم لحاله بدنا نشوف شو وضع البؤر الانتهازية اللي عم تحاول تشق الحزب صح نحن عندنا شيء أهم من هالحكي شرف خال منيح اللي ما كان يحيى هون كان شمت فينا جداء أنا ما شاف غليلي منه لكلب منين رجعت؟ اتركيني جيداء اتركيني عم بقول لك بدي ربي لهالوقت شوارعي هذا وطي صوتك وطي صوتك فرحتيني قدام الرفاق اللي جوا يخرب بيتك من حالك انت الثانية ما شفتي الفضايح اللي قالها قدام المسؤولين؟ يا على عيونه فضحنا قدام الأكابر والله معك حق أنا لو محلك بحب له تهبير مو مشكلة هلا حتسمعي صوته روحي يا على عيونك إن شاء الله وعم تاكل كمان لك يقطعوا لحمك ويطعموه للكلاب انت واحد ما بتخجل ولا خالتي اذا بتريدي ها حاجة ما اسمح لك تحكي هيك مع جوزي يا جوزي اي نعم جوزي طالما مكتوب كتابنا ومسجل بالمحكمة مع تبولي بلي جوزي جواز ابرصي ان شاء الله لك بدفنك وانت عايشة وما بخليكي تتجوزي شوف انا حماتي عليا مرتي واللي بدي احكي غير هيك بدي قص راسه ها يا على عيونك ان شاء الله انت ما بتفكر ما بتشغل عقلك في مراقب دوام بيتجوز بنت وزير لك على شو على مالك على جمالك على نسبك على شو ايوه سيرت النسب وعك ها انا بشرف كل عيله وما بسمع هذا احكي معي هيك ما لها علي انا اللي ربيت لكم يا لهذا الكلب وقفتوا عم تحدوا ما بسمح لك بنو بتجيب سيرته اصلا شرف الك تسلم عليه لك بشرف صرمايتي وكل عيلته لا معلومك يا مدام هذا كان ببيتي وقلعته مثل الكلب عن اذنك استنى بلوري انا جايه معك الله ياخذك اياك بقى تعذب عتبة هالبيت نبيل استنى بلوري انا جايه معك والله وكيلك مر من جنبي ولا عبرني شكله ناوي على الشر بس انا مو زعجني غير يحيى يخرب بيته شو نمرود لك عم يتنمرد علي انا بتعرفي انا عم فكر لا تفكر ولا تساوي شيء موضوع يحيى اتركه علي انا بعرف اتصرف معه منيح لك الله يخلي لي اياكي انتي انا بدونك شو بقدر ساوي مجأة بمجأة ليش ما بمجأة شو هالعيلة هاي اللي الله رماني فيها واحدة بدها تتجوز مراقب دوام مفصول من شغله والثاني له 3 سنين ما عرف ياخد البكالوريا سيادة الوزير مجتمع مع خاله القهوجي بده يقضي على البؤر الانتهازية هاي عيلة هاي نسيت موضوع الحسب خايفة حمدي يخبص له شي خبصة يخرب الدنيا لف وتشوف شو عم يصير نحن يا رفاق القاعدة الجماهيرية معنا أما إذا في بعض الرفاق دون ينعزلوا أو يتنكروا لمبادئ الحزب هدول القاعدة الجماهيرية نفسها هي اللي راح تكبهم مزبلة التاريخ يا رفيق حمدي ما اختلفنا الحزب حزبنا إذا الشهوات وحب السلطة أغرت بعض رفاقنا فلازم نعيده للطريق المستقيم ولا شو رأيك رفيق أم مجد؟ عفواً إذا بتريد الست أمل مي رفيقة وهذا اجتماع خاص للأعضاء بس لا تكون نسيت إنه جوزي رفيق وإذا أنا مرتي ست بيت بصير أنا يعني ست بيت بعدين وين القهوة إنا ساعة طالبينا إيه مو بتأمر أمر جيداء ساوي لهم قهوة خلونا نرجع نتابع فعاليات اجتماعنا نحن طالما القاعدة الجماهيرية باعتبارك ما عم ترد على تليفوناتنا خليني انا شخصيا اجي لعندك اهلا وسهلا تفضلي لا ماني جايه اتفضل جايه اقول لك كلمتين وامشي شوف سيد يحيى امثالك اصغر واحقر من انه يطاولوا على اسيادهم انا ما بسمح لك ابدا ماني ناطرتك تسمح لي وينك
أنا وجوزي ما وصلنا لمحل ما نواصلين لمر من تحت رجلينا كتير من أمثالك، وأمثالك ما بيغبروا على كندرتي. لا يا ست نادية، هيك زادت كتير وأنا بعدين مضطر إني أحكي كلام أكبر من هيك. اطمن، بكرة بيكون قرار نقلك على مديريتك على طاولتك، ورح ترجع مثل ما كنت مجرد موظف عادي، عم تفهم؟ يعني مو لهالدرجة يا ست نادية. يا ست نادية معلش اسمعيني كلمة. لك على هالشغلة العمل، ليش الأمور عم تمشي بهالشكل؟ في شي عم يصير ما عم افهمه أنا. لا لازم شوف حمدي. بلاغ رقم واحد، يا جماهير أمتنا العظيمة، بعد الاتكال على الله والشعب نقول الست أمال اطمنوا يا رفاق، أنا صديقة ماني عدوة، وبعرف بالانشقاق اللي عم تجهزوله. ومين خبرك؟ خبرني رفيق حمدي جوزي، وقال لي اجي لعندكم منشان ننسق الموضوع. ها بشو؟ الرفيق جوزك عاقد اجتماع مع الرفيق جوزي وطالب منه انه يتحالف معه منشان يفصلكم من الحزب. شو؟ يفصلونا؟ شو هالحكي؟ ايه بده يفصلكم، منشان هيك بعتني الرفيق جوزي لعندكم لقلكم انه هو معكم وبصفكم، وطول عمره عم يشتكي من القيادة المترهلة لجوزك. طيب نحن مستعدين نتعاون معه، بس هو شو طلباته؟ بس ليروح من عنده رئيس الحزب رح يجي لهون شخصيا وتتفاهموا معه، بس اهم شيء ما تتصرفوا اي تصرف قبل ما تجتمعوا معه. رح ننطر وهذا البيان ما حيتوزع، طمني هالشي. اتفقنا؟ اتفقنا بالاذن. يا رفاق صرنا ساعتين عم نتناقش وما وصلنا لقرار. نحن يا جماعة بنتحاور معه، إذا شفناهم متمسكين بمبادئ وأهداف الحزب بنتحالف، أما إذا شفنا مفكرين يستغلوا الحزب لأغراضهم الشخصية منوقف بوشهم ومنحاورهم بعنف. مزبوط يا رفيق حمدي، بس أنا خوفي إنه يخربوا الفروع بالأقطار العربية. عفوا، ليش حزبنا له فروع بالأقطار العربية؟ طبعا يا رفيق، في عنا 4 تزوجوا من الدول العربية وسكنوا هنيك، وأنا عينت الرؤساء فروع هنيك. وقديش عدد أعضاء حزبنا بالأقطار العربية؟ الحقيقة ما في غيرهم، بس إن شاء الله بجهودهم بتكبر الفروع. معناتها اجتماعنا هذا تاريخي، وعم ينتظروا الوطن العربي من المحيط للخليج. رفيقة أم مجد، عفواً أم مجد، في شيء؟ ما في شيء، بس أنتوا قاعدين هون والأفاعي عم تسرح بدياركم. شو بتقصدي؟ شو قصدي؟ صدر البيان رقم 1 واللي بنص على عزلكم، معكم ساعة واحدة لتلحقوا حالكم. شرفوا. مظبوط والله، لازم نتحرك بسرعة يا رفاق. يعني شو نساوي لفيق كرام؟ لازم نجيب مناصرين ونحاصرهم. يلا رح اسبقكم على القهوة، مين بلاقي الطريق بيلحقكم فيه. ماشي. وانت يا ابن حمدي جيب لي اولادك كلهم. يا غسان، عمو غسان، شو تعا 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 معنا تعا. خير سعادة الوزير، في شيء؟ لا صهري ما في شيء. صهرك تعا معنا تعا. ولك وين تعا معنا؟ مو رفيقة. مو مشكلة، بنعتبره مؤيد. ايه أنا مؤيد، أنا مؤيد. والله خالتك رح تضل وراكي وراكي لحتى تبعدنا عن بعض. ليكي أنا برأيي نتجوز ونحطهم تحت الأمر الواقع. بلا جنان نبيل، شو نسيت إنك مفصول من الشغل؟ يعني منين نعيش إذا تجوزنا؟ رجعوني، لأن رجعوني غصب عنهم. بكرة بتشوفي. أنا ما رح أستنى بكرة، بتعرف شو؟ أنا رح أحكي مع بابا مشان يحكي مع مديركم العام. أوعي أوعي تحكي مع حدا بالله الصعب، هي مشكلتي وبحلها أنا، سامعة؟ خلص حبيبي مثل ما بدك، بس بقول لي لا تعصب، الله يخليك. خلص. بدكم تطعنوا الحزب بداره؟ بدكم تطعنوا الحزب بالإمبريالية العالمية؟ بدكم الشمت والاستعمار القوى الرجعية
بيصير فينا؟ رفيق أكرم طول بالك لنفهم منهم بالأول ليش هيك سووا. لأنه الرفيق رئيس الحزب مكوش على كل السلطات بإيده، بعدين كل الأحزاب عندها مكاتب سياسية، مكاتب إعلامية، مكاتب قانونية، نحن ليش معنا؟ أنت بتعرفي كل رفاقنا ما بيكفوا لهيك مناصب، أنت بتعرفي الحزب أكثر من غيرك. عفوا رفيق أكرم بهالنقطة الرفيقة سامية معها، نحن بنرجع للهيكل التنظيمي للحزب ومنساوي مكاتب على أساسه. تفضلوا رفاق، تفضلوا. تفضلوا. يلا رفيق غسان تفضل. أهلا وسهلا فيكم، تفضل شرفوا أهلا وسهلا. شو ما قلتوا لي وين هالغيبة هاي؟ تسلمي لي يا أم نوار، والله مش ناقين لك كثير وأنتي على البال، بس يعني كنا مشغولين شوي. شو أخباره أبو نوار؟ الحمد لله منيح، أهم شيء القيادة رضيانة عنه، وأكثر من هيك ما بدنا. ما قلتوا لي وين هالغيبة؟ تقبري قلبي، بصراحة كنا بمصر، وأول ما أجينا اسألي لخلودها قلت لها لازم نروح لعند أم نوار نشق عليها وجايبين لك معنا هدية. إي والله إن شاء الله تعجبك. الله كتير كتير حلو، كلكن ذوق الصراحة. والله إلنا ما حدا بيلبسه غيرك. سمعتي إنه وزيرنا تغير؟ طبعاً، واستلم حمدي مكتوي. بتعرفي؟ كيف لكان؟ ابني كان زيارة عنده اليوم. ايه كتير منيح، احنا جايين نطلب منك طلب. يعني حاكم بتعرفي جوازنا بعد ما تغيرت الوزارة ما بقى يعرفوا حدا هونيك. ايه تكرم عينكم، شو طلباتكم؟ وهيك منكون وزعنا المكاتب والمهام على الرفاق، بيبقى عنا المجلس الاستشاري. أنا برأيي سلموا للرفيق عاصم. لا ما بدي. لكن شو بدك؟ بدي مجلس الشيوخ. إيه ما عنا هيك مجلس بالحزب. إيه هذا أهم مجلس لازم يكون بالحزب. اطلعني بالرفاق، الفرق بيناتهم حمدي كلهم شيوخ. خال المجلس الاستشاري منيح، دبر حالك فيه رفيق، دبر حالك. إيه دبر حالك فيه منيح. خلاص خلاص مثل ما بتكون. وهيك يا رفاق نكون وزعنا كل المهام ورصينا الصفوف وتصدينا لكل المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الحزب. شكرا لكم. يا طير يا طير على اطراف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بني. يا طير يا طير. لك شبك عم تركض؟ شبك شو مضيع شيء؟ لك الشوفير صار له 5 دقايق ناطرني تحت. لك وينترك يعني؟ شو هالقصة؟ خايف يقطعها؟ ما بيصير يا أمل، الواحد لازم يحترم مواعيده. الله يصبرني حمدي، بس يوصلك شوفير بعت لي إياه، عندي مشوار ضروري لازم روحه. سامع؟ ليش مو رايحة على المدرسة اليوم؟ لا حبيبي مو رايحة، عندي شيء أهم بدي ساويه. الله معك. يقبر قلبي شو نفسه عزيز عليه، لا بيرضى حدا يساعده ولا حدا يفضل عليه. بس أنا مرته ولازم ساعده من دون ما خبره. شو بدي ساوي؟ شو بدك تعملي يا عليا؟ شو بدك تعملي؟ لقيتها. ألو صباح الخير، إذا بتريد بدي أحكي مع المدير العام. أنا مديرة مكتب الوزير. علم علم مكتب سعادة الوزير معك. الوزير؟ ألو يسعد لي هالصباح، شلونه معالي الوزير؟ والله مبارح 3 ساعات وأنا عم حاول لحتى بارك لكم. نعم الوزير لا بده يقابلك ولا بده يشوفك. لا لا خير إن شاء الله. ليش؟ على أساس ما بتعرف ليش؟ ولك ما لقيت غير صهره جوز بنته تتحطط عليه وتفصله؟ أنا؟ أي نعم أنت، على أساس ما معك خبر يعني؟ لسه مبارح قلعته من المديرية ومنعته يفوت عليها. مين قصدك؟ ليش وزيركم كم صهر إله؟ آه؟ ما في غيره نبيل الفاتر. شو هيه؟ هلأ نبيل الفاتر صهره للوزير؟ ليش ما بتعرف؟ لا لا أبداً، أنا ما عندي خبر ولا هو قال لي كمان. على كل حال أرجوكي أرجوكي اعتذريني من معالي الوزير، وأنا هلأ رح أصلح غلطي فورا. مع السلامة مع السلامة. وينك؟ لك تعال عندي فورا. شو هالمصيبة هاي؟
أمرك أستاذ. ولك وينك أنت؟ ولك تحرك مثل الطير الطاير، جيب لي نبيل الفاتر لهون بسرعة، قصدي الأستاذ نبيل الفاتر. ولك وينك؟ لك شلون ما بتقولوا لي إنه نبيل الفاتر بيكون صهره لمعالي الوزير؟ شلون؟ نبيل الفاتر صهر الوزير؟ معلمنا يكون هذا ملعوب، لأنه نبيل مو وشه وش نعمة بنوب. طيب طيب، أنت أول شيء بعت لي إدبارته، وبعدين روح مثل الطير الطاير جيب لي إياه لهون، بسرعة تحرك. أمرك معلم، هلا باخذ مكرم من المرقاب وبجيبه. نعم نعم. مكرم من المرقاب؟ الله لا يعطيك عافية، لك صهر الوزير بدك تجيبه بالمكرم. مسيك مسيك، هاي مفاتيح سيارتي، اتحرك روح جيبه فيها وتعال بسرعة، اتحرك. أمرك معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، قال مكرم قال. صباح الخير ست ام جد. صباح النور خير. قلت لحالي لاطلع اتصبح بهالوش الحلو، وبنفس الوقت بنزل هالملاك الحلو مجد معي. خفت لا سمح الله وهو نازل على الدرج لا يتفشكل او يصير له شيء. لا بعيد الشر عنه، تسلمي لي كلك ذوق. يلا ماما، يلا حبيبي، لا تتاخر على المدرسه. يلا لا تاخر ولا شيء، الميكرو صار تحت ناطره نص ساعه. وتعا حبيبي، يلا خالص. الله معكم. أهلين أنسة فتون، أهلا وسهلا. أهلين سعادة الوزير، أسف أجيت بدون موعد. لا ولو، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. محسن ساونا قوي. حاضر معلم. دعوة ما بتخيل رفعت قديش طلع ندل، كل العالم باركت لي باستلام مالي إلا هو، لا بارك ولا اتصل ولا سأل عني. سيبك منه، هاد واحد حسود، بس بتعرف يا ريتك بتحبني قد ما بيحبني. شو؟ لك أنا بطيني الأيسر، بطيني بحبك قد ما بحبك كلياته هو الزلمة. لا مو صحيح الحكي، لو عن جد بتحبني ما كنت بتخجل فيني. أنا بخجل فيكي؟ يا حدا حريشك ما بتجيب هالحكي. لكن ليش ما قلت لأبوك إنه أنا اللي دبرت له ورقة إخلاء السبيل؟ كنت قلت له والله بصراحة، بس يعني شفت انه ما له طعم الحكي بالموضوع كله. مو صحيح، انت خجلت انك تقول بتعرفني، والدليل انك لا عرفتني على ابوك ولا طلبت مني اني بارك له. والله بلا سؤالي، يعني قصدي انه يعني ما تحكي الحكي، والله مو خجلان فيك يعني، بس شلون بدي اللي يعني اذا عرفته عليكي ما بده يقول لي منين تعرفت عليها، مين هي، وين شفتها؟ اللي عم تتهرب مني حتى ما تساعدني. لك ديبك انا، طلبتي مني شي طلب ما لبيت لك اياه؟ طيب رح اطلب لشوف. اطلبي. وزارة أبوك داعية لمؤتمر عن العمارة العربية، وبنهاية المؤتمر في حفل كتير ضخم رح يغنوا فيه مطربين العرب كلياتهم، وأنا حابة أغني بهالمؤتمر. تغني بالمؤتمر؟ قصدي بالحفل اللي بعد المؤتمر. عيني خير. أستاذ نبيل تحياتي، سيادة المدير العام طالبك. طالبني أنا؟ إيه طبعاً سيادتك، أنا وسيارة المدير العام بانتظارك أستاذ نبيل، عن إذنك. عيون إن شاء الله بدها ساعة على الطريق، استني أنا بفتح الباب. ولك هذا أنت بكل عين وقحة جاية هون ترجي نخلتك، يخرب بيتك ما أبقى هيك. جيداء تركي علي. نعم خانو، في شي إهانة ولا مسبة نسيانتيها جاية تقوليها؟ الله يسامحكم يا جماعة، هيك بهالبساطة بتنسوا ذكرياتنا مع بعض؟ نسيتوا أيام المدرسة لما كنا نقسم الساندويشة سوا؟ يوه قولي هالكلام لحالك، يا على عيونك إن شاء الله مين نسي العشرة، نحن ولا أنتِ؟ الله يسامحك يا أمل، الله يسامحك يا جيداء،
نسيتي مين اللي عين لك يحيى بالمديرية؟ نسيتي مين اللي سواه مدير مكتب ولا تمام جوزي؟ نسيتي؟ لا ما نسيتني، شغلني دفاعي عنده وجوزي كان رح يطلقني بسببها. نسيتي مين بهدلني ومسح فيني الأرض؟ نسيتي مين كان بده ينقلني عجبال التلج على عيونك إن شاء الله؟ بالنسبة لشغل البيت أنا اعتبرتكم مثل إخواتي. يو والأخت بتمون على إخواتها تشغلهم بالبيت، أما بالنسبة للإهانات لو تعرفوا شو كان صاير معي وشو كان واصلني حكي كنتوا بتعملوا أكثر مني. لا تقولي يحيى حبيبتي. لا يحيى يحيى، ولو تعرفوا شو قال لي كنتوا بتلتقموا أكثر ما التقمت أنا. هادي من الآخر. حاضر، بس أنا على القليلة كنت أقول لكم تفضلوا مع هيك. تفضلي. سعادة الوزير، لأني بحترمك وبعتبر حالي بمقام أختك الصغيرة، يعني بسمح لحالي قلك إنه الفساد ضارب بهالوزارة، ضارب يا سعادة الوزير. هذا الشيء حاسس فيه ولامسه. يعني هذا الوضع ما رح يتغير إلا إذا غيرت الكاست اللي حواليك، الناس الموجودين حواليك. بكير يا أنسة فتون، بكير. بكير على شو؟ إذا غيرت بهالسرعة رح يقولوا الناس لسه ما سخن تحته وبلش يغير، لك ما لحق يحفظ أسامي الناس أم شالة. هيك يا أنسة فتون بيبين إنه التغيير كيدي. بس فسادهم ظاهر والكل بيعرفوا. هلا إذا شلتهم ما بدي حط غيرهم؟ مين بدي حط؟ لازم أختبر الناس وأتأكد من نزاهتهم لحتى أختار لهم المكان المناسب. يعني أنا بحاجة إنك تتأكد من نزاهتي؟ لا لا لا، أنت ورغد الوحيدات اللي بثق فيهم بهالوزارة. رغد؟ ايه رغد، وانا راح اعتمد عليكم انتو التنتين. انا رايي اعمل جولة على الضواحي اللي عم تنشأ الوزارة، بامكانك تروحي على مكتبك. بالاذن. شكرا محسن. انا رايي على الضاحي اذا حدا سأل عني. مرحبا استاذ. سعادة الوزير راح الضاحية لعندكم كبسة، انتبه لا تاكل، انتبه كبسة جاي. شو رح نضل قاعدين هيك؟ ما رح تسقونا قهوة؟ بلا، نحن بيت المكتوبة بيت الكرم. كرمالك أموشة بس ها؟ هي آخر مرة بساوي لك قهوة. تسلمي لي جوجو كلك ذوق. ست أمل صدقيني أنا عم بحكي لمصلحتك ورح كون صريحة واضحة معك لأبعد حد. أنا صحيح أهنتك زمان ولو قبلتي الإهانة كنت خدمتك. يو شلون زبطت هي معي؟ حبيبتي ما في شي بهالكون بدون مقابل، خصوصا عند الناس اللي فوق. يعني أنا أهنتك، لو قبلتي الإهانة كان هذا اقرار منك بتبعيتك الي، وبهالحاله هي هذا بيفرض علي اني اخدمك. بس انت تعاملتي معي بطريقه كثير قاسيه وانت ما سكتتي واهنتيني، يعني وحده مقابل وحده، اهنتك اهنتيني، ما رضختي ما ساعدتك. وين الغلط؟ الغلط بالمفهوم اللي عم تحكي فيه. انا تعاملت معك كصديقه بس انت تعاملتي معي كحقيره. رح اقبل معك بهذا المنطق اللي عم تحكي فيه، اوكي نحن اصدقاء. أنا مو عينت لك يحيى؟ مو علّت لك مرتبته؟ مو كنت رح وقف نقلك؟ أنت بالمقابل شو قدمتي لي؟ ولا شي؟ مو الصداقة أخذ وعطى؟ شو قدمتي لي؟ هذا المنطق اللي عم تحكي فيه بلعي النفس بيقرف، ومع هيك رح حاكيكي بنفس المنطق اللي عم تحكي فيه. أنا هلأ مستواي الاجتماعي أعلى من مستواكي، وهلأ أنا فيني قيمه لجوزك من شغله أو خليه. معقول أطلب منك تقومي تعزلي لي البيت وتدرسي الأولاد وتساوي لي قهوة كمان؟ من عيني هاي قبل هاي. لكي ناديا، مو أنا اللي بنضحك علي، لا بدي قهوتك ولا بدي صحبتك. يلا ورجيني عرض كتافك. الله معك. إيه مثل ما بدك، بس أنا متأكدة إنك رح تتصلي فيني بس تروقي وتفهمي قوانين الناس اللي فوق. قهوتك مشروبة عن إذنك. العمى ولك فعلا نبيل متجوز بنت الوزير؟ الله لا يعطيني عافية عن هالغلطة. ولك شو هالغلطة هاي؟ ولك وينه هذا كمان؟ معقول لهلا ما كان يلاقيه؟
ولك انت هون؟ ايه معلم. ولك تعال عندي فورا، ولك قل لي شو صار معك؟ ايه معلم، ليكو جبته وعملت طلع عندي. بسرعة خليه يدخل لهون بسرعة. تفضل استاذ. مين؟ استاذ نبيل الفاتح. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، اشرقت الانوار. كيفك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. تمام. يا ميت اهلا وسهلا، تفضل تفضل، شرف شرف شرف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ولك انت لساك واقف؟ لك بسرعه اثنين قهوه ساده، تحرك. لا شاي شاي شاي، اثنين شاي. تؤمر امر. طمني، شو اخبارك؟ مشروع. كيف الشغل؟ على كيفك، مثل ما انك شايف عم نشتغل باقصى طاقتنا لانه يضل في مشكله. الشقه الجاهزه وين؟ تفضل معلم. شرف. احيانا يعني مرتاح. شو قال؟ بظبطها بعدين بظبطها. شو هي؟ مزبطها معلم، مزبطها. سيك زبطها. الصراحة يا أستاذ أنا ما كنت ناوي أزيك، بس يشهد الله إنك أنت اللي اضطريتني. بيضل قلبك كبير، والمسامح كريم يا أستاذ نبيل. لك والله أنا بطبعي ما بحب الأذية. أنا كنت كل اللي طالبه إني أرجع لشغلي، وهلأ بما إني رجعت ولا يهمك، راح أسحب كل الشكاوي اللي كتبتها ضدك. شكاوي؟ أنت عن شو عم تحكي؟ خلاص أستاذ، قلنا لك ولا يهمك، راح أسحبهم كلهم، وراح أنسخهم من ذهني نهائياً كأنهم ما صاروا. عن إذنك. لحظة لحظة أستاذ نبيل، لحظة. ما قلت لي شو بتحب تستلم؟ مشو هون بالمديرية. لكان معقولة يا أستاذ نبيل واحد مثل حكاية حضرتك جامعي عم يشتغل مراقب دوام؟ عيب والله عيب. والله ما في شيء بذهني هلا، رح فكر وادي لك خبر. كثير منيح، وأنا بانتظارك. قرر ونحن جاهزين. بالسلامة يا أستاذ نبيل. أهلين وسهلين، شرفت. المكتب مكتبك ها؟ إن شاء الله. أهلين وسهلين. الله معك. شرفت. شكاوي؟ أي شكاوي؟ هاي قرار إلغاء ندبك لعندي. من بكرة بتروح بتداوم بالمديرية. بس هذا القرار لازم يوقع عليه السيد الوزير. أنا اللي ندبتك لهون أيام الوزير السابق، وأنا الوحيد اللي بقدر رجعك من محل ما أجيت. بسيطة، أنا رح أروح شوف سعادة الوزير وخبره. يا سيدي روح، والقلب داعي لك. إيه
إيه محسين، حاول ما تخلي يحيى يشوف سعادة الوزير اليوم، سامع؟ أمرك معلم. شو مشان مي بالكهرباء؟ نظبطهم معلم، كمان نظبطهم. شو؟ كأنه ما في مي وكهرباء، لك شو بدكم تلحقوا تظبطوا لتظبطوا؟ يا معلم، المواطن ما بهمه شكل الشقة وأقسامه، بهمه السقف وكم حيط تتقوى فيهم. أما موضوع المي والكهرباء فبعدين، بعدين. لكان الله يرضى عليك، بلكي بكرة بتمر لعندي على الوزارة وبكحل عيوني بمرآك وبستمتع بسماع إنجازاتك. ما تنسى. أمرك صعب وزير. الله يخلينا إياكم يا أولاد ال... أنسى لقد نحن بورطة، إذا ما ساعدتينا بيخرب بيتنا. مين قالكم تتلاعب وتعطوا شقة عاصم لأبو نوار؟ نحن بنسترجي نسوي هيك شغلة غصبا عنا، الله وكيلك غصبا عنا، هي أوامر الوزير السابق. وعاصم يلي ما كان له حدا هلا صار ابن أخته وزيرنا، حلو ولا شو؟ نحن ما رح نقدر نحلها. انت بكلمتين حلوين منك لسعادة الوزير بيمشي الحال، حضرتك اشرحي له شو صار وهو اكيد رح يقدر موقفنا. امري لله، اعطوني ورقة التخصص. مرحبا استاذ محسن. اهلا 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 استاذ يحيى، تفضل. شرف شرف. لا معلش مستعجل شوي، بدي اشوف سعادة الوزير. سعادة الوزير مشغول شوي، مشغول شوي، مو شوي كثير. تفضل. شرف. مشغول؟ ايه يعني ما بقدر اشوفه هلا. محسن اخذ معك شيء؟ شرف استاذ محسن، شوف الاستاذ تمام شو مساوي، بده يمرق قرارات من ورا ظهر الوزير، لذلك انا لازم اشوفه فورا وضروري. إيه لا خلاص ولا يهمك، انا بعرض الموضوع لسعاده الوزير، هذا موضوع ما بنسكت عنه ابدا، اترك لي اياه. بس انا لازم اشوف سعاده الوزير وقول له انه سعاده الوزير مشغول كثير وقال لي ما ادخل حدا لعنده ابدا. مين في عنده؟ الانس فتون. حق من حق الحق يا استاذ يحيى، هالفتون داخله داخله بسعاده الوزير غريبه، لك كل ما بتكون عنده بيمنع حدا يدخل لعنده او حدا يراجعه. بدك تحطي ايدك على الوزاره يا فتون، فشرت عينك، انا بورجيكي ان ما طيرتك من الوزاره ما بيكون اسمي يحيى. الو، شلون سعادتك؟ انا يحيى، ممكن تشرفي لعنا على الوزاره باقصى سرعه؟ خير شو في؟ في شغله كثير ضروريه لازم تشوفيها بعينك. شو هي؟ ما بتنحكى على التليفون مدام، ارجوكي تعي بسرعه ولا تتاخري. يلا يلا انا جاي بسرعه. يا ترى شو بده يحيى؟ هذا ما بيحكي الا اذا في شيء خطير. العمه، لك وين الشوفير لهلا ما اجا؟ خايفه يكون صار معه شيء. لا اتصل اتأكد. أكيد هذا هو. يعطيك العافية خانوم. الله يعافيك. أنا أبو إبراهيم شوفير سعادة الوزير، بعتني لعندك لشوف شو بتأمري. يا لعيونك، إن شاء الله من ساعتين محاكيني الوزير وقايلي إنه بعتك، وينك لهلا؟ الله وكيلك يا خانوم، الزحمة بالشام بتطالع الروح، وبقيت ساعة واقف لأجا السيرفيس. سيرفيس؟ ولشو السيرفيس؟ اللي إجيت فيه لهون. ليش وين السيارة؟ السيارة بالوزارة. وليش بالوزارة؟ لأنه سعادة الوزير قال لي روح شوف المدام شو بدها، ما قال لي خذ السيارة وروح شوف المدام شو بدها. يا على عيونك شو دقيق. منيح اللي نادية جايبت لي مفتاح السيارة، مسيك شرف قدامي. معلمنا، معلمنا استاذ تمام. شو المناسبة؟ ما بدها مناسبة معلم، اللي بينقل صهر الوزير وبدون ما يرجع لوزيره ولا غيره، معلم وكبير ورجال. لك هذا يحيى شغلته صغيرة. ايه طبعا، اللي واقف وراء ابو نوار بده يسأل على حتى الوزير. ابو نوار شغلته فاضية. يا معلم استغفر الله العظيم، الله اكبر، شو ها؟ لا لا لا، وفي الليلة استاذ محسن، وينه سعادة الوزير؟ سعادة الوزير جوا عند تريد تشوفه؟ مين عنده؟ عنده لسه فتون. لا لا لا، ما بدي احكي شيء قدامه، خلص برجع بعدين. بعدين؟ ليش ما ترجع بعدين؟ الله يجيبك يا طولة البال. وفي الليلة الظلمة. بس
احلى كاسه شاي للاستاذ نبيل، تفضل. اهلين هاشي. بصلاه محمد لا تاخذني يا استاذ نبيل، بتعرف انا عبد مامور، شو بيقولوا لي بساوي؟ انا وراي عيله وعالولاد، انا ما بحب حدا يزعل مني بصراحه. بعدين انا ممكن اقطع عيشتي بايدي. لا حريشك ما اطيبك يا هاشي. خلاص بسامح ولا ويا زلمه، بس انت كمان ما بصير تكون سلبي هيك، يعني هذا المدير والاداره ما بيحموك، ما حدا بيحميك الا القانون. ليكني مين حماني للقانون؟ لا خفت ولا انا خفت حدا وقت اللعبه، ضليت قوي، قانون معي. انت يا استاذ نبيل عمك وزير، بتحكي مو فرقانه معك، اما انا مين وعمي مين؟ عمي يا دوب بيع مازوت على الطنبور، ويوم بشوف حالي بكون راكب شاحنه، بقى هذا شو بده يفيدني؟ انت شو عرفك انه عمي وزير؟ هو لو يا استاذ نبيل، ما كل المديريه بتعرف انه عمك وزير. المدير العام بيعرف كمان؟ طبعا بيعرف، لكان كيف رجعك؟ وانت شو عرفك بكل هالحكي؟ ما كل الامور واضحه مثل عينة الشمس، حاجتك تواضع يا استاذ نبيل، لازم نحن رفقاتك ما تخبي علينا. ايوه والله طلعت رجال يا عمي. سعيد لازم اتشكر. هاشم؟ نعم. زكاة عينك، قدم لي اجازة سعيدة. ايه؟ روح استاذ روح. قال اجازة سعيدة قال. لا تنسى لا تنسى سلم لي على عمك. الله معك مع السلامة. ممكن اشوف الوزير؟ اهلين. لا والله مشغول. ليش مشغول؟ مع مين؟ مشغول مع مين؟ عنده خلق. مين هدول الخلق؟ الانسه فتون. ايه ماشي برجع بعدين. ايش رايك ترجعي بعدين؟ ايه بعمره ما اجتني مصيبه الا من ورا راسك يا ام بريس. جد بي انا لحتى اخليك تشوفي.